في الفيديو بتاع النهارده هنجاوب على السؤال الازلي اللي ملهوش اجابه اللي بيختلف عليه كل الناس، تختار صاحبك وزميلك وعشره عمرك ولا تختار ام ادم؟ يلا بينا. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو عمرك تشوفني انا كريم عارف بقدم محتوى لايف ستايل موتيفيشنال سبيكر، وعندي قناه تانية للجيمنج هتعجبك جدا جدا، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. الموضوع اللي بيفركش صحاب كتيره جدا ولاد او صحاب كتيره جدا بنات، بتكون انتوا كده عاملين كده شله كده جميله في بعضيكوا كده، مثلا 3 4 5 ولاد مثلا، وتيجي ام ادم ديب خلاص يا باشا الشركه دي اتفشكلت. وفي مقوله سمعتها من حد صديقي قالها لي زمان، ان الشله بتفضل شله لحد ما يدخل لها ام ادم، اول ما تدخل ام ادم الشركه دي اتفشكلت. فهل الكلام ده صح ولا بالصح؟ تعالوا بقى نشوف الموضوع ده ايه الحوار بقى فيه. تعالوا بس كده نقارن بس الاول من الحاجات اللي هيقدمها لك صاحبك والحاجات اللي هتقدمها لك حبيبتك او الكراش بتاعتك او ام ادم. اول حاجه، ما عندوش حاجه اسمها بابا وماما، يعني لو انت وصلت في اي حاجه عشان يعملها لك، ما عندوش والله يا بابا اصل مش موافق، ماما اصل مش موافقه، لو عايز ينزل هينزل عشان يبقى واقف جنبك. الناحيه الثانيه ام ادم شبع عندها كده، لا بابا مش موافق، لا ماما مش موافقه، فحوارات كده كتيره كده، فانت ضامن ان صاحبك هينزل الاول. يعني انت لما يكون في اي حاجه هتلجا لصاحبك مش هتلجا لام ادم. دي اول حاجه، فالنقطه دي لصالح صاحبك. تاني حاجه، الصاحب بيساعدك في اي زنقه، عندك عزال هتعزله، اختك هتتجوز، في اي حاجه هتتنيل اي حاجه، بتلاقي ان صاحبك موجود دايما معاك، بيبقى موجود دايما في ظهرك، لو في اي خناقه هو اللي موجود برده في ظهرك. لكن البنت اكيد طبعا لو انت مثلا عايز مثلا تشيل حاجه، رمل، اي حاجه، يعني مش هتلاقي ان البنت هتساعدك، فدي برده نقطه لصالح صاحبك الولد. تالت حاجه، ودي برده تحسب برده للولاد، ان هو ما بيحكيش من وراك. يعني مثلا بعد ما قعدت انتوا كده القعده الجميله على القهوه او مثلا في الكافيه او في اي حاجه، ما تقومش ماشي مثلا ويروح مثلا يحكي عليك مثلا عند اي حد تاني مثلا، لكن البنت بتبقى فيها العاده دي اللي هي لازم تروح لصاحبتها تحكي لها ايه اللي حصل. فالولد ما بيعملش كده، الولد الراجل ما بيعملش كده. يعني احنا النهارده بنتكلم على الرجاله صحابك الولاد، والبنات اللي هي اصحابك المفروض ان هم اصحابك، يعني فاهمني؟ لكن ولد تاني بقى مش راجل، انا ماليش دعوه بيه، انا بتكلم على الرجاله فقط. رابع حاجه، ان صحاب الولاد صحوبيتها حلوه في الحقيقه، يعني ما تلاقيش مثلا كده ولد مثلا دايما بيتكلموا في الشات، دايما مثلا 24 ساعه في الشات، لا بتلاقي ان هم مثلا دايما مع بعضيهم، دايما في القهوه، دايما في الكافيه، دايما في الشارع، دايما بيجيبوا اي حاجه، دايما مع بعضيهم في الحقيقه. لكن البنت القعده الحلوه بتاعتها بتبقى في الشات، انت دايما بتلاقي ان انت مثلا بتكلم البنت 24 ساعه في الشات، فون الكلام ده. لكن ولد صعب قوي تلاقي ولد بيتكلموا فون دايما او بيتكلموا شات دايما. ودي بصراحه مش عارف بصراحه تحتسب للبنت ولا الولد، بس انا شايف ان هي ممكن تحتسب للولد. طبعا لو بنت دلوقتي بتتفرج على الفيديو هتقول بس ده كريم عشان ولد فقاعد بقى مع الولاد مع بعضيهم بقى والكلام ده، والبنت لحد دلوقتي ما خدتش اي نقطه او ما خدتش اي بوينتس، لا النقطه دي ليكي. صاحبك الولد ما بتعرفش تاخد رايه في لبس بصراحه، يعني خلينا كده متفقين، انا لو صاحبي جه قال لي البنطلون ده حلو عليه اقول له حلو باي حاجه وخلاص، فاهمني؟ يعني فكره ان انت تاخد راي واحد صاحبك ولد في لبس او ديزاينر مثلا او ستايل شكل معين، لا مش هيفيدك اكتر غير البنت. البنت مثلا ممكن تقول لك مثلا على الالوان اكتر، تقول لك على حاجات تانية، تقول لك مثلا حاجه مثلا ليها علاقه بتناسق الالوان، لا الشوز دي وحشه، لا البس عليها كذا، لا البس. فالحته دي للبنات اكتر. تاني حاجه برده، صاحبك الولد مش هيبقى حنين عليك، يعني انشا فياض في ايه بالظبط كده؟ انا لخصتها بالجمله دي، يعني فكره ان انت مثلا تبقى عايز حد مثلا يطبطب عليك او يفضل مثلا معاك على طول او يبقى حنين عليك، مش هتلاقيها في صاحبك الولد، هتلاقيه اللي هو راجل في نفسه كده، اللي هو ممكن مثلا يدخل يقول لك عامل ايه، الحمد لله انت زعلان ولا ايه، خلاص فيلق خلاص، فاهمني؟ او يحل لك مثلا مشكلتك، بس مش فكره ان هو يبقى حنين عليك واقف جنبك في الحته دي. لكن البنت هتلاقي مثلا اللي هي حنين عليك بتطبطب عليك دايما الكلام ده، فدي برده لاين مثلا او بوينتس مثلا برده تتحسب للبنت او ام ادم. تالت حاجه تحتسب برده للبنت، ان انت مش عارف اقولها ازاي والله، مش هتعرف تلفلف مع واحد صاحبك في التليفون، يعني الا بقى لو انت جاي. انت لو جاي مش هعمل ايه يا باشا دلوقتي، ان سبسكرايب ناو وان فولو، ما تعملش اي حاجه خالص ويمشي اصلا، ما تلاقيش دعوه بيا خالص، فاهمني؟ فكره اصلا انت تلفلف مع ولد، ما فيش الحوار ده اكيد طبعا، يعني فانت اكيد بتلفلف مع بنت. واحنا خلينا متفقين انت بيجي عليك وقت كده انت بتبقى عايز تعطف وتلطف، ف ام ادم موجود. خامس حاجه يتميز بيها صاحبك الولد، ان هو مش بتاع حوارات. تاني، صاحبك الراجل الولد مش بتاع حوارات، ما بتلاقوش بيحور كتير، الموضوع سالك كده ما بينكم. لكن لو في بنت بتلاقي ان الموضوع فيه مشاكل، في تحوير، في حد عارف، في حد جه يكلمك، يعني الموضوع بيبقى لبش كده من الاخر، فصاحبك الولد بيبقى اضمن شويه. في وقت من الاوقات كده تبقى انت حابب ان حد يغير عليك، هرمونات يعني، انت ذات نفسك كده انت بتحب كده ان حد يغير عليك، انت عايز حد يغير عليك، مش هتلاقي بقى ده في صاحبك الولد، هتلاقيه في صاحبتك ده ام ادم جميله دي كده الاندر ايج كده بتغير عليك، انت تبقى حابب، انت جاي الله في حد بيغير عليا، انت يعني
ابن الكحيان يا ام محمد، مفيش كده اصلا. بس انا بتكلم في الافتراضيا يعني عادي فاهمني. فانت لو لقيت بنت يعني بتغير عليك كده فده برضو بوينت برضو موجوده للبنت. سادس حاجه يتميز بيها صاحبك الولد ان هو بتبقى معاه براحتك قوي قوي قوي، اللي هو مثلا عايز تشتم، عايز تقول كلمه كده، عايز تعبر عن حاجه مثلا لفظ اعتراضي كده، مع صاحبك بتبقى عايش حياتك قوي براحتك جدا. لكن مع بنت بيبقى فيه شويه تحفظات، مش عايز اقول لفظ كده مش عارف. فدي برضو بوينت تتحسب للولد ان انت تبقى قاعد براحتك معاه قوي، ما فيش مشكله معاك انك تقول اي حاجه في اي وقت، لكن البنت بتبقى ما ينفعش كده. فدي بوينت برضو تحسب للولد. بوينت برضو تحتسب للولد ان هو مش محتاج منك اهتمام خالص، ولا محتاج منك انك تكلمه كل يوم فون لحد تاني يوم الصبح، ولا محتاج دايما انك تقول له كلمه حلوه دايما، وتلاقيه دايما ما بيقفش على اي حاجه وخلاص. مثلا انت سلمت على واحد صاحبك ولد فيقوم قافش عليك، ما فيش الكلام ده خالص في شله الولاد. واهم حاجه الولد ما بيقولكش دايما انت كنت فين ورحت فين وامبارح ما كلمتنيش ليه، وامبارح انت ما قلتليش تصبح على خير ليه. وجع الدماغ ده كله ده مش بيبقى في الولاد، مش بيبقى في شله الولاد. فدي برده لاين تحتسب للولد. واخر حاجه وهي تحتسب برده للولد ان هو اللي هيشيل كفنك يالا، هو اللي هيشيل كفنك، البنت مش هتشيل كفنك يالا. لا ده انا بحبك يالا، انا بحب. هتيجي بقى تبص في الاخر على عدد البوينتس اللي حصلت، 8 و4، 8 لاصحابك الولد و4 لصاحبتك البنت او ام وادك. هل معنى كده بقى ان انا ما صاحبش بنات خالص وافضل مصاحب ولاد بس والكلام ده؟ مش بقول كده، ومش عايز البنات تدخل تتخانق معايا، بس انا بتكلم في الزنقه في الحوارات. تختار مين اكتر، تختار صاحبك الولد ولا صاحبتك البنت؟ ليه؟ علشان انا دايما بشوف حوار ان مثلا شله ولاد مثلا كلها بتفركش عشان بنت دخلت، او مثلا فكره مثلا انت يبقى صاحبك محتاجك اللي هو صاحبك وتقول له لا يا اسطى عشان انا نازل النهارده مع البنت، هبقى مع البنت، البنت هتزعل، البنت بتقول لي لا ابعد عنه، الفكره ده يعني. ففكره ان انت اصلا تبعد عن صاحبك الولد علشان بنت، مفيش ده خالص. ممكن البنات عندهم، البنات ما عندهمش حوار بقى الشله بقى وان هو صاحبتي والكلام ده زي ما احنا كده. احنا الولاد بيبقى عندنا عشره اكتر. ففكره انت تسيب صاحبك الولد اللي هو صاحبك حتى لو مهما كانت ايه هي المشكله عشان بنت، مش مضمونه عندي، او الحوار مرفوض بالنسبه لي خالص. لا ما عمري ما يعني عمري ما اللي هو استغنى عن شخص ولد صاحبي حتى لو ما بكلموش، بس اللي هو ان استغنى عنه خالص عشان بنت. ممكن نحل حوار، لكن فكره ان انا استغنى عنه خالص دي مهما هو عمل ايه، مهما هو عمل ايه، لا. ممكن نتعاتب كده حتى لو مش هنتكلم، بس يبقى عندي في اي وقت ممكن اكلمه. لو ظهري اتكسر ممكن اروح اقول له اقف جنبي كده، لكن بنت مش قوي. بس برضو في بنات زي الرجاله بالظبط، تلاقيها واقفه جنبك وتلاقيها دايما معاك وفي ظهرك والكلام ده. بس انا بتكلم اغلبيه البنات واغلبيه الولاد. انت اهو اتفرجت على الفيديو بتاع النهارده، وانت بقى اللي تقرر عايز تختار صاحبك الولد او شله صحابك الولاد، ولا تختار ام ادم. بس اول مقارنه دي تخليك تنسى تعمل سبسكرايب للقناه، وتعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان يجيلك اي ابديت في حياتي. وكالعاده دوس يا كوتش. السلام عليكم.